La marque Indomie, c'est une marque internationale, صناعات شعرية سريعة التحضير. هي إلي دوريجين من إندونيسيا، متواجدة في العالم منذ أكثر من 60 سنة في جميع القارات، وكتعتبر كوجبة رئيسية ومحتلة المرتبة رقم 8 عالميا من ناحية الاستهلاك. بالنسبه لمراحل التصنيع ديالها كاين مختلف المراحل، اللي هي الغربله، يعني داك الدقيق اللي كيكون جانا من لو فورنيسور، اللي لا بلوبار حنا لي فورنيسور اللي كنتعاملوا معاهم سو سون دي فورنيسور ماروكان. دونك كيتغربل داك الطحين، موراها كيدوز المرحله الثانيه اللي هو فين كاين مرحله العجن او لا مرحله تخليط المكونات. دونك فداك المرحله مور ما كيتخلطوا المكونات وكيكونوا لي زانغغيديون بيان ميكسي، كيهبط لا ثوازيام ايتاب اللي هي مرحله الضغط او لا ضغط العجين. دونك فهاد لي طاب هادي كتكون عندنا العجينه مضغوطه وكتدوز مختلف المراحل على شكل طبقه ورقيه، اللي كتدوز واحد الاله اللي كتخليها تدوز على شكل تموجات. سي بور سا يعني كما كنشوفوا الشكل ديال الاندومي متموج، وابخي كتدوز مرحله البخار. دونك اون فوا كتبخر الاندومي كدوز لمرحله التقطيع والطي. ومراها كدوز لمرحله القلي. اذا بعد مرحله القلي ضروري ما تكون مرحله التبريد باش لو برودوي كيكون فخي وجميع المكونات ديالو كيكونوا بيان ميز اون بلاس. وابخي كندوزو لمرحله اضافه التوابل، وبالطبع في المرحله الاخيره هي مرحله التغليف ووضع المنتوج النهائي في علب كرتونيه، وبالتالي المنتوج كيكون واجد لنا للتوزيع. اندومي حاصل على 3 ديال الشهادات لحد الان. الترخيص الصحي اللي خديناه من المكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه هو ترخيص اساسي بالنسبه لاي شركه كتنتج واحد المنتجات اللي هما غذائيه متوجهين للمستهلك، وبهذه الشهاده كتقدر تاكد على ان المنتوج خالي من اي اضرار وبانه صالح للاستهلاك وما عنده حتى شي ضرر على المستهلك. الشهاده حلال هي شهاده كتاكد على ان جميع المكونات ديال اندومي هي مكونات حلال 100%، وهذا الشيء عن طريق تحاليل واختبارات من ايمانور. نظام HACCP هو نظام كيساعدنا على تحديد وتحليل المخاطر الموجوده في خط الانتاج والتحكم فيها، وبالتالي فهو منتوج سليم وصحي وذو جوده عاليه.